الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين. في يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يونيو لعام 2024 ميلادي، مستمرين في حملة توزيع الخبز في شمال قطاع غزة. نحن في فريق الصحفي منصور شمال مستمرين في تقديم الإغاثة والمساعدات لأهلنا وشعبنا في شمال قطاع غزة. ننظر إلى حاجة الناس الماسة إلى الخبز في شمال قطاع غزة مع انعدام القدرة الشرائية عند المواطنين. نشكر كل من ساهم ولو بالتبرع بأقل القليل للتخفيف من معاناة الناس، للتخفيف من ألام الناس. أماناتكم وصلت، والسلام عليكم ورحمة الله. أفشوا السعادة رغم أن في ظروفنا لا وقت للوم ولا لفراقنا. الناس للناس وهذا عهدنا. لا تحقرن صغيرة لا تستقل عما عليك بأن من عليه توكلي والمعتمد، هب لي يقينا من جلالك مستمد. لنمكن الإنسان قلبا مطمئنا.